135 رياضيا عاشقون كلهم لكرة اليد بكل فئاتهم من أصغرها حتى فريق الأكابر يتدربون بهذه القاعة المتعددة الرياضات التي أنجزت في التسعينات. اكتضاد كبير ووهج أكبر تترجمه المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف فريق نجوم عين والمان لكرة اليد العائد للمرة الثالثة بعد أن اندثر مرتين. حين عودنا حينها احنا ان شاء الله كنا احنا ليكيب هذه كنا احنا رانا على نفعل تاع عين والمان وعلى جال اولادنا باش يعني ما يكونوش في الخارج ما تكون احنا قرية رياضية في المستوى. رغم انعدام الإمكانيات إلا من إعانات بعض الولوعين بكرة اليد من أهل عين والمان من رياضيين قدامى أو محسنين أو تلك الممنوحة للفريق من طرف الجهات الرسمية يواصل الفريق مقاومته من أجل البقاء. On n'a pas assez de gymnastes. Par exemple, là, à Ainulman, vous voyez déjà, il y a 3-4 catégories qui s'entraînent longtemps. On ne peut pas travailler ce qu'on veut. On ne peut pas travailler. Il faut déjà demander les autorités de nous aider. Même pas financièrement, c'est juste un deuxième gymnase qu'on peut voir plus de monde. Parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à accepter toutes les inscriptions. رغم المشاكل, رغم كرة اليد اللي راحت من عينولمان, قلبناها. وفضل الجون هذا وانا نخدمه كيما قلنا بينيفولمون لله في سبيل الله على خاطر الاولاد بما يروحوش لمكان واحد اخر. الحضور الى هذه القاعه ولو لمره واحده نهايه كل اسبوع امر ضروري بالنسبه للشباب هنا, فكره اليد بعين والمان تاريخ ولابنائها احلام كبيره. المدرب تاعي مليح بالو مليح نونطرين مليح نحلم نكون جوار في ليكيب نصف النهار. عندنا اوبجيكتيف ان شاء الله نصفوا ليه بالخدمه نصفوا ان شاء الله ونشرفوا فريق نجم عين والمان. كون يروح هذا الفريق ما عندناش هكذا زعما وين نروح ولا احنا ملي كنا صغار بدينا في رياضه كره اليد هذه لي كاتيجوري يكون ما يقدروش يدربوا في تيران واحد خاصنا نوطر تيران هكذا ندربوا فيه في راحتنا. ترى كيما راك تشوفي اكتظاظ في التدريب. المشكل الكبير بالنسبة للجميع هو الملعب.